مدينة عين التمر مدينة تاريخية وأثرية، وفيها الكثير من المناطق الأثرية والحضارية، ومن أهم هذه الأماكن اللي هي كنيسة الأقيصر أو كنيسة القصير، اللي تعتبر أقدم كنيسة بالشرق الأوسط. حقيقة نعتقد أنه هاي الكنيسة تاريخ تأسيسها هو القرن الخامس الميلادي أو نهاية القرن الخامس الميلادي، أي سبقت الإسلام بقرون، بقرن أو بقرن ونصف. هاي الكنيسة حقيقة تمثل يعني هوية وتاريخ المدينة القديم، وكذلك في نفس الوقت يعني بالإضافة إلى كنيسة القصير توجد هناك حضارات مكان في قصر شمعون، هم يعود كان عامل عليه جابر اللخمي، شمعون بن جابر اللخمي، وهو هم من الحضارات المسيحية اللي موجودة في قضاء عين التمر. ونعتقد أنه هاي الحضارات كانت امتداد لدولة الحيرة، وكان هناك عمال موجودين في فترة النعمان بن المنذر بن ماء السماء. وهذه الحضارات حقيقة رافقتها عدد من الحضارات الإسلامية اللي نعتقد أنه في قصر الأخيضر من الحضارات الإسلامية، وهو دليل على أنه عين التمر ومدينة عين التمر مدينة للتعايش السلمي، كانت هناك حضارات إسلامية وهنا حضارة مسيحية، وقد تكون هناك حضارات سبقت هذه الحضارات. هاي المدينة كانت مطمورة يعني حقيقة، مثل ما يعني عرفنا من خلال المختصين، قد يكون أنه تعرضت إلى غزوة أو تعرضت إلى فيضان أو إلى ظروف معينة أدت بالساكنين بها إلى بناء حتى الأبواب الداخلية اللي موجودة، وهاجروا إلى مكان آخر. وإلى حد فترة قريبة بهذا يعني الزمن الحديث، لحد فترة السبعينات يعني صعودا لبداية الثمانينات، كان الأخوان وأهلنا المسيحيين يجون هنا ويحيون قداساتهم. أتى رجل إلى يسوع وقال له: يا معلم الرحمة، علمني شيئا تعرفه وأنا لست أعرفه، ويفيدني ولا ينقصك. سأله يسوع: ماذا تقصد؟ قال الرجل: هل يمكن أن يكون العبد صادقا أمام الله؟ رد يسوع: هذا هو أمر سهل، يجب عليك أن تحب الله في قلبك وتعمل في خدمتك وتبذل قوتك وتكون رحيما تجاه أفراد عشيرتك ورحيما تجاه نفسك. قال له: يا معلم الرحمة، من هم أفراد عشيرتي؟ أجاب يسوع: كل أولاد الله، وما لا تتمنى أن يفعلوه بك لا تفعله للآخرين. بهذه الطريقة ستكون حقا صادقا أمام الله. واجعل سلامك بين العظماء، واشفي المرضى واحفظ الأصحاء، واغفر ذنوب البشر قاطمة بشالا ما يؤتى إذراح عليك. الذي نحن نشوف هذا نوعا ما السطح مال الكنيسة الحقيقية هناك تحت، وإن شاء الله هم يكملون في يوم من الأيام يعني الحفريات حتى حقيقة تنشوف الكنيسة الخيرية يعني بكل مجدي مثل ما كانت سابقا. يعني أشوف القبور مو أشوفها كلش يعني قديمة، لأن أولا مو أميقة، ف يعني هم يعني الشكل من هذا الكنيسة الثانية، هذا كنيسة نقول إضافية ثانية، يعني مو هيك قديم حسب نظرياتي، يعني مثل هذا الكنيسة. هذا الكنيسة شفنا بالعمق يعني بين كنيسة قديمة يعني تحت الياء، هناك بين ماكو، هناك العمق بين التراب، يعني يمكن هذا مثل فات مدة نزلوا فالجماعة ما نعرف أي جماعة يعني بها الكنيسة، فكان به هواية ميتة، يعني كان حاجة هي فات كنيسة مال دفن. نعم، خلوها قريب يعني هذا يمكن 50 متر مو أكثر. هارم كالخوان شبه كل أما لا لا خيال.